السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم كثير. وقبل ما نبدا كل شيء ونقول لكم ايش السالفة، لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. قربنا والله من 7 مليون مشترك، فلا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. اليوم انا واخواني جالسين كذا في البيت، قررنا وشو؟ نصلع خبزة طويلة. قررنا نحط من ارقام قياسية. لا يا رجل، بنسوي شو اسمه اطول ساندويتش بالدنيا. لا مو بالدنيا، لا مو بالدنيا، بالعالم. يعني شفتوا لا بس عشان الفكرة، عشان توصل الصورة. يعني هي بتكون طويلة وفيها نكهات. أوكي. يعني طول كذا. لا أطول. بنسوي ساندويتش طويلة وبنتعشى عليها، والباقي منها بنفطر عليه بكرة أو بعد عادي. ما تعشى عليها، متعشى عليها ثم بكرة. إلين تخلص. فهذه فكرة الفلوق. بتشوفون الشكل أول مرة نسوي زي كذا. مستعد شيء مستعد. وش عندنا هنا؟ عندنا المقادير، عندنا هذه الأشياء راح نستخدمها إن شاء الله في الساندويتش، المربى والبطاطس واللبنة والجبن والجبن. شوف 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 شيء رئيسي هذا، أنا متحمس له. تحشى. أوه جاد. أنا هذا أكثر شيء متحمس له. وين بنسوي ساندويتش؟ بإذن الله راح نسوي ساندويتش من هنا، من أول الطاولة لين آخر الطاولة، وبعدين إيش؟ كل واحد مع صحن ويقطع ويأكل. أوكي. كم خلي طولها؟ طول الطاولة. هذه فيها يومين. ها لا من هنا لين هنا بس نحط الورق حق الساندويتش. طيب زي ما تشوفون هذه هي الخبزة، بنجيب أكثر من واحدة وبنلصقهم زي كذا ببعض، بس نبي نقطعها من هنا عشان نلصق. شوف يلا يلا بسم الله. شوف شوف الطيق. الله الله سلام. بعدين ايش؟ هذه لازم نحط فيها دجاج يا اخي. دجاج وجبن. الحين كيف الطريقة الان بسألك يا سعود؟ الحين بتشوف الشكل اللي... يعني هذه نحطها كاملة كذا ولا نجزئها؟ ولا خلي زي كذا. هذه مثلا مربى، مثلا هذيك جبن، مثلا هذيك دجاج زي كذا. كل شبر. هذه مثلا عندك هذه، اوكي؟ شوف كذا. هنا جبن ومربى، هنا مثلا فول سوداني. أوه. هنا كذا، فهمت الطريقة؟ فهمت فهمت. الان اجيب الثانية ولصقهم بعض، شوف بهذا الشكل. هذه واحدة. بصير الثاني الثالث. يا سلام يا سلام، شوفوا الشكل الرهيب. حط عبد الله. انا غلطت. يلا تلصق او شيء. شو الله. الثالثه. والله. والرابعه. يا سلام. طبعا ايش اذا جيت تاكل بعد ما نحشيها الحين؟ إيه؟ تجي تقطع لك كذا مربع، يصير زي البوفيه المفتوح. البوفيه بس حق صامولي. بوفيه الصامولي. يا سلام. شوف ما شاء الله. ثلاثة متر. والله يبيلها نقيسها بالمتر. هناك كم؟ 3.75 يا رجل. متأكد؟ والله ما شاء الله. شوف شوف كيف طويلة. شوف 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 شوف. يلا نحشي. كل واحد ياخذ له جزء، مثلا هنا سعود هذه القطعة وهذه أنا وهذه دحين. يلا يلا بسم الله. يلا شباب وش تسوي أنت؟ قاعد أجرب وش نحط مربى. أول شيء سعد بيحط جبن. ها جبن، انتوا تحبون الجبن؟ ها اي لا ما عليك. الله يا سلام. افتح افتح افتح. شوف ها الله يا سلام. الله الله. وعندنا عبد الله. هنا افضل شيء يا اخي. هنا بنخليه دجاج وتونه. دجاج وتونه. الله هذا شيء. وانا عند النوتيلا يا حبيبي. والله حلو نوتيلا. صغير صغير. ها اصبعي. شوف شوف قارن اصبعي. خلاص كيف الحلال. اعطينا من هنا لهنا نوتيلا مثلا نصها. عبد الله وش معك؟ تونه. هذا اهم شيء. تونه يا سلام. بسم الله. لازم تفتح ساندويتش. تفتح ساندويتش. معليش بس واحد ساعدني. انا يلا معك. بسم الله. يلا عادي عادي افتح. ايوه يا سلام. سلام. وش حاط انت؟ شغل تجاري. ها شغل تجاري يعني ما اكثر. ها وش حاط انت؟ جبن. اكثر فيه. لا واجد انتم. كذا كذا جبن. اهم شيء الجبن. يلا يا دحوم وين النوتيلا؟ شوف شوف بس كيف. شوف شوف. طيب حلوه قسم بآية الله حلوه النوتيلا. وش ذي؟ وش ذي؟ هذا بالاصبع. غمس بس غمس. لا 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 غمس ما حد يشوف اخوان. لنا اخوان معي. يا عبد الله وين شنت خليت ذي كلها تونه؟ لا 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 هذا الجزئيه بس. شوف اوكي يلا يلا تعال الحركات تصور ذا. خذ الزيتون. تحب الزيتون؟ عطني الزيتون. عطني الزيتون. حط لكم زيتون. انا حط انا افتح لك افتح لك. اشتغل اشتغل. يلا تعال وانت حط بالثاني. حط لا حط بالجبن. انا والله زيتون بالجبن. هذا زيتون بالجبن. حط كثر. يا سلام. وش؟ اصبر بزيد. يا سلام حط لي في مكان واحد هذا. زيادة زيادة. يا سلام عشان تصير يعني ما يصير كلها جبن. يا سلام يا سلام وتحط شوي. خلاص حلو. هذا ما في بحلو. يقول يا سلام حاطه هنا. افرش افرش تعال افرش. طيب يلا. لا امشي بالملعقة افرش ذي. وش؟ والله جب جب. خلاص يلا. شكرا. ايوه. انا افتح له ذا وش عندك؟ يلا بتحط. حط نوتيلا طبعا. نوتيلا ايوه. يا سلام عليك. والله ساعة شغلك رهيب صدقني. يسلمك. هل كنت تشتغل في مطعم؟
عشان قلت لك شغل تجاري كذا. لا ما بفهم بس انا. لا لا ماني عسل تبون؟ عسل وجبن هذه عشق. جايك جايك اصبر اصبر جايك. بس 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 لا تكثر بس. يا سلام. والثاني هنا ايش عندك؟ ليش بس يدي كبيره شوي. اوه ذره معتونه. يا سلام هذه هذه ترى صحيه. طيب القسم الثاني التكمله حقته وشو؟ هنا دجاج راح يكون. دجاج؟ اوكي يلا. طيب انا الحين بحط جبن ومربى. يا سلام سعدتك بكثر. هنا شفتوا نوتيلا؟ هنا نوتيلا وهنا. باقي 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 نوتيلا. دعوم كثر كثر يا سعود كثر. يلا يلا والله هذا صدق انا متحمس له. هذا الساندويتش ها القسم اللي هنا هذا عليه ثقيل هناك تونه وشي صحي ها هناك ترى هناك الرئيسي وهذه المربى بس بس لا تكثر نوتيلا نبي مربى بس 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 حبيبي نوتيلا وين مشيت انت كفو سعود احشر سعود كفو لا يروح هذه يا سلام والله هذه افضل شيء هذه هذه الحاله اصبر 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 بتكلم سعود اصبر هذه الصبح نقسمها كذا خلاص هذه فطور ايه فطور الثقيل هنا قلنا ها نحط مع بطاطس ها شوف بطاطس لا 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 ماني بطاطس هذه هذه الان ماني ماني بطاطس ماني بطاطس السلام لا لا عبد الله شغل رهيب ها لا لازم بطاطس شوي يا شباب يلا حط شوي يلا ولا يزعل دحوم يلا بطاطس السلوم امه دي عشاء قلبك عشان اشارك عشان اشارك عشاء يحبه قلب حبه واحده هنا في ايه يا شباب هنا تونه تونه هنا بطاطس هنا الدجاج بطاطس باقي الشبس هنا اصبر اصبر ايه يا سعود جبن وشبس هنا تكفى جبن وشبس سلام هنا ان شاء الله بنحط بطاطس بسم الله بس ادهن ادهن هاي تصلح العصر البطاطس العصر جبن ها ايه والله هذه لا تقول ايوه انت شكلك ما تاكلها يلا عبد الله حط بسم الله كذا اجمل شكل شوف شوف الله الله عليك مع الجبن ترى طعمه حلو والله طعمه حلو كثر كثر هذا اهم شيء يا شباب بسكوت الله هذا والله حلو لذيذ هذا والله رهيب بس حط حط معه شيء عسل عسل والله رهيب ها بلا لا هجت شوي هجت شوي والله وبنحط فوقها جبن جبن موزاريلا هذه سعود يبيلها فرن فرن خفيف شيء صراحه انا عجبتني السندويشه ذي وهذه اي هذه رهيب هذه هذه صحيه يا شباب لا تخلونها كانها سندويتشات لا هي واحده اي بس يعني فهمت فهمت اوكي طيب سعد بيحط اخر شيء اللي هو بحط لبنه وعسل لبنه وعسل مو مشتينا انتم ولا كيف يلا نص نص اخر واحده ها كل سوداني يا شباب قطعناها ذي ايش ما شقتوها بالله اسكت وبنسوي بتشوفون شكل النهايه الحين بنصوره كل سوداني سعود لحظه طيب يلا كل سوداني هنا كل سوداني يا سلام افتح لي افتح لي لا تنسى العسل بالله الله 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 والله يعني الواحد جاي ياكل ينوع والله انا متاكد اللي شاف لحظه خلص سندويشة يلا دحوم بس 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 اطول ساندويتش مو بالعالم في بيتنا بس في بيت الله عليك حلو يلا كل واحد يختار اول شيء سعد وش تبي انا بقطع لك لا خلي الاخير عشان ما اشيل يلا عبد الله ابي تونه ودجاج لا اخذ جنب بعض ابي كل شيء ابي تونه تونه وين تونه هنا ايه اقطع لك تونه قطع صغيره مو مرات كبيره يلا جيب صحنك جيب صحنك صحيح هذه العصاير يا شباب خلصنا الله شوف 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 يو سلام وش تبغى ثاني؟ فيها والله ودي اخرب شكلها تصدق والله طلعت اصغر ها؟ وش تبي؟ خذي في مربى عسل هذي 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 شكلها زين حظك نصيبك فيها عسل بس يلا يلا ها اقطع عليك هذي 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 خذ هذي امسك شيل يا سلام اعطيني الصغيرة حلو خذ بكبير خذها اقول عاد يلا يلا خذ واحد خليت يلا يا سلام انا انا الحين تحاول ورا ورا مصاحبك اوه عصير ايه في عصاير انا ابغى البطاطس مع الجبن اوه بتاع ساعات ساعتك وزو اسمع 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 الصوت سكوت الله شيل ما تعطيني صغيره جيب 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 طيبه والله هذه صوتها رهيب وش تبي ثاني؟
ابغى نوتيلا حقتك. وين نوتيلا؟ نوتيلا هذه هنا هنا نوتيلا هنا هذه نوتيلا. تبغى نوتيلا؟ جبي يا رب النفخ يا رب. لا لا نوتيلا. نوتيلا شكرا سعد. ها ابي واحد يصورني يا حبيبي. تقطع انت؟ ها لا انت تقطع. انا اصور. ها سعد ايش تبي؟ والله هذه جاهزه. هذه وش هي؟ هذه جبن. لا ابي جبن عسل. وين هذه جبن؟ ما ادري عاد جبن مربى سعد. ها لا اسهل لك. تعال هذه هذه هذيك هذيك هذه خلاص هذه هذه يلا صرت يلا اشتري ثاني. اوه عند هنا دجاج. العيش دجاج. دجاج دجاج خذ خلاص ده حقك. يلا عاد يلا رجع قول له جب جب جب. هاي ها خذ الدجاج كله يا ابو حلال. والله صدقني تكفيني. شوف لا 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 اسمع الا كفي. تعال نقطع لك دجاج هنا. ايه اشتاك صغيره يا سمع. خل بكره شيء للغدا. شو دو مرني ورني وش هذه؟ والله الدجاج. شوف خذ الكبيره. خذ الكبيره. شوف خلاص انت قطعت لك. اي جيب جيب خلاص خلاص خذت هذه خذت هذه. يلا خذ لك شيء ثالث. يلا تستاهل. يلا لا لا حط عطى من البطاطس ولا فيها شيبس. هذي هذي قصر هنا تكفى. يلا 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 يا سلام يا سلام يا الله ما عاد بقالكم. انا ما بقالي قلت انا باخذ دجاج. اوكي هذا دجاج. طيب دجاج وايش هو؟ مربى. مربى اي حلو المربى والله. راحت عليكم. ها هذا مربى سعود انك نتعازم مع بعض. سلام والله ورني بس وش ان شاء الله ما شاء الله. بس شعورك يا سعد؟ شعوري انا الحمد لله حطمنا رقم قياسي. حطمنا رقم قياسي. تعال قرب 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 قرب. بسم الله خلينا نشوف خلينا نشوف. بسم الله هذه مربى. حلو حلو. سلام كل واحد يعطينا تقييمه يا شباب. عفوا عفوا لحظه الفوكس بس. لا ما في فوكس ما في فوكس. ها كيف بالله جديد والله. باقي عشان في ناس يحسب منها ذا. لا الباقي نحطه بالثلاجه فطور بكره. ولو بقى منه صح لان عندنا هنا دجاج وعندنا اشياء للفطور. يلا دق دق دحوم بطاطس. ليش؟ ها كيف؟ والله طبعا صراحه هذه الطريقه تصلح اذا انت عازم بعد ناس اصدقائك ولا شيء. تحط لهم ساندويتش طويله وكل واحد يقطعها. والله هو عشان اللي ما يحب كذا وكذا وكذا على حسب ذوقه. والله هذه رهيبه. اتمنى نكررها. نحط شيء ثاني. وشو؟ فول. مش فول. حليش. ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. حبينا نسوي شيء جديد وتجربه جديده ونجحنا. ونغير الروتين شوي. طالع ذي. ها. ونغير الروتين شوي. ونغير الروتين. فلا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناه. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه. مع اطول خبزه في الدنيا.